تعرضنا الفترة الأولى للأوضاع اللي كانت بمنطقتنا بريف حماة، القصف وضرب أدت إلى إصابة الطفل مناف بقدمه اليمين، جرح وكسر بقدمه اليسار، الكسر بقدمه اليسار والجرح بقدمه اليمين. فيها صارت وزمة، صارت تورم. عالجناه فترة من الزمن ما استجاب للعلاج، كانت النتيجة انه لازم بتر قدمه وبترنا له القدم. الطفل فقد حس الألم بكل جسمه، ما عاد يحس بأي شيء بجسمه، يعني تنجرح ايده، يحرقها اجره، اي مكان بجسمه ينجرح ينحرق، ما يحس بالألم نهائيا. صار يمشي يزحف، فصار عنده تقرحات هاي بشكل دائم، ما الجرح يعني ما يطيب عنده خالص. بالفترة الأخيرة من 6 شهور نزحنا الريف إدلب الشمالي، فتعرض الحادث، تصاب أجره كمان هنا، الإصابة هذه صارت انكسرت أجره، سوينا له عملية بأحد المراكز، حطوا له تثبيت صفائح داخلية، فصار في عنده التهاب مكان الكسر. ما يبيتون بالمشفى.